السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة يا الله حياكم وبركاته. الله. نحن نعلم أن هذه الأوقات صعبة لديكم لأنه انتهى البرنامج اليوم كما أعلم، لكن لا بأس أن نقتنص منكم دقائق لتحدثنا عنه وعن الحاضرين فيه والمحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، حياكم الله أخي الكريم، حيا الله قناتكم المباركة الرائدة في هذا المشروع العلمي المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يديمكم ذخرا لهذا الدين ولنصرة القضية الإسلامية الصحيحة الوسطية. بارك الله بكم. بدءا أخي الكريم، رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق أخذت على عاتقها منذ يوم أول يوم لتأسيسها في إسطنبول قبل خمس سنوات، أخذت على عاتقها غاية عظيمة ألا وهي إعادة بناء وتأهيل وتقوية الأئمة والخطباء علميا وفكريا وإيمانيا وتربويا وإغاثيا. جميل. وهذا المشروع بحد ذاته هو مشروع عظيم، والسبب أنه يعنى بفئة يعني هي من أهم الفئات في المجتمع، هم قادة المجتمع، هم قدواته، هم العلماء، والعلماء إذا ما صلحوا صلح البلد، وإذا ما فسد أحدهم أجلكم الله وسلمكم يفسد البلد بأجمعه. نعم صحيح. ولأهمية دورهم وخطورته اتخذت على عاتقها الرابطة أن تقيم دورات علمية متخصصة بكل المحاور العلمية والفكرية والإيمانية والتربوية والنفسية للعلماء والأئمة والخطباء لإعادة تأهيلهم وتقويتهم، لا سيما نتكلم عن علماء العراق بعد المأساة والمجازر والقتل والاختطاف والاغتيال الذي حدث عليهم في سنوات الطائفية ولا زال جاري إلى يومنا هذا. وهذه الدورة هي تسلسلها الدورة الثانية عشرة والموسومة بمنهجية الإفتاء والقضاء في الواقع المعاصر. هذه الدورة تكمن أهميتها في أنها تعالج إشكالية بدأ يعاني منها صنف العلماء، وكذلك يعاني منها الناس من تصدر أناس لا يصلحون للفتيا ولا هم مؤهلون لها، بحيث كما يقال عنها بالعامية صار الناس إذا أرادوا الإجابة عن مسألة لا يذهبون بها إلى العلماء، وإنما دخل إلى شيخ جوجل فوجد الإجابة وبحث عن الإجابة التي تعجبه أساساً. لربما ليست كل إجابة تعجبه. وهذه الإشكالية في هذه الإشكالية، وكذلك إشكالية أخرى في قضية تأصيل الفتوى بين الواقع المعاصر وبين الفقه القديم. هناك فتاوى كثيرة صدرت قبل قرون الجمود عليها وعدم النظر إلى الواقع وفهم المآلات وفقه الواقع وتنزيل الفتيا بمنزلتها في الواقع أدى إلى إشكاليات كبيرة، بعضها لربما اشتوه صورة الدين، وبعضها لربما سفكت بسببه دماء المسلمين، وبعضها لربما هدمت بسبب هذه الفتيا بلاد بأكملها، لأن الفتوى لم تكن تناسب الواقع ولا تدرسه. جميل. ولا تفهم البيئة التي يفتى لأجلها، والتي تعلمنا في الشرع أن الشريعة ما جاءت إلا لحفظ مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. وهذه الدورة أو هذه المرحلة المهمة في حياة المسلمين وفي حياة علماء العراق، اليوم نواجه أيضاً مشروع التطرف وتشويه صورة الدين. أحياناً أيضاً نواجه مشروعاً آخر باسم الوسطية والاعتدال، تم تمييع قضية الإسلام والدين، والسلام صار استسلاماً. كل هذه الفتاوى والقضاء في واقعنا المعاصر تحتاج إلى معالجات وإلى دراسة أكبر وأعمق وإلى فهم أكبر وأشمل، اضطرنا ودفعنا إلى أن نخصص لهذا العنوان دورة كاملة على طيب. يد علماء متخصصين. من أبرز الحاضرين في هذه الدورة؟ بفضل الله تعالى يعني وتيسيره وعونه، رغم انعدام الإمكانيات أو ضعفها، يسر الله لنا أن
اشتركنا أولا مع مؤسستين، مؤسسة الراعية ومؤسسة اشتركت في البرنامج التي رعت هي جمعية أوماد، جمعية علماء المسلمين في تركيا الرائدة التي تضم عشرات بل مئات العلماء والمؤسسات العلمائية بكل أطيافها في تركيا. هذه المؤسسة هي رعت وتبنت هذه الفكرة وهذا المشروع. ثم بعد ذلك اشتركت معنا مؤسسة تكوين العالم المؤصل، المؤسسة الرائدة الوليدة في بغداد في أبي حنيفة النعمان، والتي يعني بدأت بفضل الله تعالى بمشروعها لرفد وبناء العلماء. تم التعاون بينها وبين رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق على إقامة هذه الدورة المباركة، وقد يسر الله لنا أن حضر وشارك في هذه الدورة الفضيلة العلامة الدكتور علي محي الدين القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وكانت دورته فقه الميزان في القروض المصرفية. فقه الميزان في القروض المصرفية يعني مآلات الواقع والفتاوى التي تخص النوازل التي طرأت على قضايا المصارف والعمولات والربا وغيرها والفوائد. كذلك شاركنا فيها وباركنا الفضيلة الدكتور العلامة نور الدين مختار الخادمي، نعم، العلامة المقاصد التونسي، وكانت عنوان وكان عنوان محاضرته المنهج المقاصدي وأثره في صناعة الفتوى. وكذلك باركنا فضيلة العلامة الشيخ الدكتور خليل الرحمن سجاد النعماني العالم الهندي المعروف، تكلم عن الإفتاء والقضاء في الهند ودور العلماء في تثبيت والتثبيت والحفاظ على الهوية الإسلامية. يعني هذه الدورة تمت حضوريا في إسطنبول، لم تكن على المنصات أو على الزوم. بالفعل رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق لا تهتم كثيرا بقضايا الزوم والمرئي رغم أنه أهميته في أيام كورونا، إنما لها حضور العالم له أهمية تكمن في أمرين. أنك أحيانا تأخذ من حاله أكثر من مقاله، يا سلام، والجلوس بين يديه تربية بحد ذاتها. وفي هذه السنوات انقطع العلماء عن كبار العلماء، العلماء الصغار أو الأجيال التي ورثوها لهم جاءت من بعدهم انقطعوا عن الكبار. نحن نحاول ونعمل على إعادة هذا التوريث وهذه السلسلة التي انقطعت فترة من الزمن بسبب ظروف. فوجوده عندنا شرط شبه أساسي في إعطاء الدورة والمحاضرة، لأن له أهمية لا تقل عن أهمية المادة التي سيعطيها. جميل جدا. طيب طبعا هناك الكثير من الفعاليات تقومون بها في الرابطة، إذا أراد المشاهد ربما أن يتابع الرابطة هل بإمكانه عبر منصاتكم إذا كان في تركيا أو في غيرها ويود أن يحضر دوراتكم، كيف يتم ذلك؟ طبعا أخي الكريم عبر صفحة الفيس الرسمية وتويتر، صفحة رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق، فيها كل شيء يعني يتم عمله من محاضرات ودورات وغيرها وندوات ينزل عليها وممكن يتابعها السامع الكريم. لو أذنت لي أن أكمل يعني المحاضرين وعناوين محاضراتهم بأهميتها. تفضلوا. جزاكم الله خير. الدكتور أيضا فارس الخزرجي الحنبلي الموصلي، هذا عالم من علماء المذهب الحنبلي، وكانت محاضرته أثر المقاصد في التجديد الفقهي. كذلك فضيلة الدكتور عبد الوهاب كنجي رئيس جمعية أوماد التي استضافتنا ورعت هذه الدورة، وكان عنوان محاضرته المفتي بين إصدار الفتوى وإصلاح الواقع. كذلك كانت هناك محاضرة ربانية، أكون صريح معك يعني العلماء أو المشايخ والخطباء غالبا في وعظهم ومواعظهم وخطبهم يبكون الناس، لكن قلما تجد العالم بنفسه يبكي، صح؟ نعم. اليوم في هذه الدورات من فضل الله العلماء في العراق حينما يأتون يجلسون طلاب عند مشايخهم، فكانت محاضرة الدكتور العلامة الشيخ عبد الخالق الشريف العالم الأزهري المصري كانت عن التربية الإيمانية للمفتي وأثرها على فتواه. والله تقريبا لا أظن أحدا ممن حضر لم يتمالك نفسه ولم يبكي. يا سلام. وهذا شيء يعني قد لا تراه يعني هذا تأثير. في المجال. طيب شيخ سعيد، يعني أنا أريد يعني أن أدخل شخصيا
أرى صورتك وأنت متعب ومنهك بعد هذه الدورة على ما يبدو، لكنك سعيد جدا بها. عال العال الحمد لله. سعيد جدا بهذه الدورة وهذه الفعالية التي عقدت. بالتأكيد أخي الكريم، السعادة تكمن حينما أسمع من كلمات مشايخنا الكرام الذين حضروا، أكثر من 50 عالم من علماء العراق حضروا، قالوا والله يعني الذي أتينا به ثم وعدنا به إلى العراق يعني لا يمكن أن يوصف، علما وتربية. ما شاء الله. علما وتربية، وهذا هو هذه فرحته. طبعا الآن نحن نعمل، من اليوم بدأنا، عندنا دورة ثانية سيحضرها أكثر من 100 عالم بإذن الله تعالى أيضا. ما شاء الله. دورة ستقام في بداية الشهر الثامن إن شاء الله تعالى. طيب من أبرز الحاضرين؟ والله يعني لربما يقول هذه سر المهنة، نضعها ونجعلها يعني إن شاء الله حينما نعلن عنها بإذن الله تعالى. لكن قرابة 100 عالم تتحدثون عن قرابة 100 عالم سيكونون حاضرين في هذه الدورة بإذن الله، هكذا يعد لها بإذن الله تعالى إذا أعلن الله. لكن هذه خاصة، يعني خاصة، ليست يعني الحضور فيها ليس مفتوحا لأي أحد، مشروط يعني، لأن المكان لا يسعنا أولا، وثانيا هي خاصة علمية، خاصة متخصصة لعلماء العراق، ليس تعصبا وإنما لحاجتهم القصوى، لأن يعني يكثف عليهم من الدروس والدورات لإعادة التطوير والتأهيل. أذكر فقط لو أذنت لي أخيرا، فضل. عندنا الدكتور عمر فاروق قرقماس كانت محاضرته مناهج صناعة المفتي بين الماضي والحاضر وأثر الفتوى على الدول الإسلامية، وآخرها ضرب مثالا أن الدولة العثمانية كانت استخدمت الفتوى فيها في إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني. هنا استخدمت استخداما يعني سيئا في ذلك الوقت، يعني أهميتها وخطورتها حتى لا يستهان بها. كذلك الدكتور عثمان العاني تكلم عن مصادر وطرق الفتوى والقضاء في العهد العثماني، كانت دورة يعني دسمة بمعنى الكلمة، مهمة، وختمت بفضل الله تعالى بدورة الدورة بحضور شيخنا العلامة الدكتور عبد المجيد السنداني، حضر حفل الختام، وكان حضور يعني ويعني كأن يعني الإنسان في وقت تخرجه يحضر أبواه معه بهذا الشكل. يعني أسماء مباركة ما شاء الله، مزينة لهذه الدورة، نافعة للحاضرين الذين ربما يعني فقط من ذكرك للأسماء شيخ سعيد أنا لفتتني صراحة، فما بالك بالحاضرين، ربما يعني أصابهم خير كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم بجهودكم بالرابطة وأن ينفع بكم على أن نواصل معكم أيضا جميع الأنشطة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكركم جزيل الشكر لوجودكم معنا في هذه الحلقة، رئيس رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق سعيد محمود اللافي، أشكركم جزيل الشكر.